النهارده جايين نتكلم على قد ايه ان الذكاء بيأثر على رحله ومسيره الفنان. يعني انت ممكن تبقى موهوب ونجم عالمي، بس ومع ذلك ذكائك لو ما ساعدكش مش هتعرف تطلع لحته معينه. وملك الحاجات دي هو تامر حسني. طبعا مفيش نقاش ان تامر حسني من احسن الفنانين الموجودين على الساحه دلوقتي، وان هو سوبر ستار ويستاهل اللي هو فيه وموهوب جدا جدا جدا. بس اللي انت ما تعرفوش ان تامر هو اللي اثبت للوسط الفني ان الذكاء اهم من الموهبه. الموهبه عنصر مهم جدا، بس الموهبه لوحدها مش هتوصلك للي انت عايزه. هل في مثلا ناس موهوبين زي الفنان مثلا فتحي عبد الوهاب؟ ليه مش ميجا ستار؟ هو نجم جدا، بس ليه مش ميجا ستار؟ تامر حسني وحماقي، بصوا الاثنين، حماقي احسن واحد بيعمل مزيكا، وانا من وجهه نظري المتواضعه وناس كتير جدا حماقي اهم نجم في جيله، بس ايه اللي خلى حماقي هو ميجا ستار برضه، بس تامر في حته تانية، الحته دي تامر عملها بذكائه، انما الاثنين لو كانوا نزلوا قصاد بعض كده شغل بس، شغل ده وشغل ده، حماقي كان زمانه هو اللي دلوقتي في الحته اللي هو فيها، تامر لا كان هيبقى تحت. طب ايه اللي تامر عمله خلاه يطلع قوي كده فوق؟ تعالى اقول لك. اول ما ظهر النت وابتدى ينتشر كده، ده يعني من ايام بقى، من زمان بقى، الصناعة قديم شوية على فكرة، يعني من التسعينات. اول بقى ما ظهر وابتدى الناس تهتم وتعمل للفنانين، اول ما تامر بقى ما طلع واحدة واحدة وابتدى يتعمل مواقع للفنانين، مش صفحات او مش بيج على الفيسبوك وبتاع، ما كانش لسه فيه تقريبا الفيس كمان، كان فيه موقع تامر لوفرز وكان فيه حاجات كتير جدا. الوحيد اللي اهتم بالموضوع ده هو تامر، كان كله شايف ان الكلام ده كلام فاضي، وما كانش لسه النت اصلا ليه جمهور كبير جدا، ولا الحكايات اللي بتحصل دلوقتي على صفحات كل الفنانين. تامر الوحيد اللي اهتم وشاف مين اللي عمل الموقع وبعت وجابه، ومش كده وبس، عمل فريق. يعني ليه ناس في اسكندريه، في القاهره، في اي محافظه هيروحها، اي مكان هيروحه يعمل فيه حفله، عمل فريق. انا واحد من الناس لما كنت مستنيه في فيلم ايام عمر وسلمى، كنت بحضر الفيلم وعايز اشوفه وهو كان جاي اسكندريه، عشان انا كنت مستني من بدري. قابلت ناس هناك من تامر لوفرز، دول من اسكندرانيه من هناك وجايين عشان خاطر يصوروا تامر، وتامر يمضي على بوسترات. واهم نقطه عند تامر بقى ان هم يصوروه والناس ملمومه عليه والزحمه، وما ده بيحصل مع كل فنان، بس مين بيستغله، مين بيسوقه صح، وابتدى ينزل الحاجات دي على المواقع. الحفلات بتاعته، البنات اللي بتطلع تترمي عليه، اللي معظم الفنانين قالوا ان هو كان بيأجرهم او مش بيأجرهم، دي حاجه ما تعبوش، هو بيسوق نفسه. كل دي كانت بتتقص وتنزل على المواقع، وطبعا ده ما كانش موجود اياميها، ما كناش احنا اصلا بنشوف الحاجات دي. يعني مع عمرو دياب وفنانين كتير بيصوروا حفلاتهم، بس ما حدش كان بيصورها زي تامر، ولا حد كان بينزل الحاجات اللي تامر بينزلها، ودي كانت بتخلي الناس تتكلم عليه اكتر. يصور كواليس مثلا وهو بيعمل الاغاني بتاعته، ده ما كانش موجود يا جماعه. وكانت الفنانين مش زي دلوقتي كده تحس ان انت عارف عنهم كل حاجه، وكل حاجه مكشوفه على السوشيال ميديا، لا 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 لا، الناس دي كانت في حته مقفول عليها ومحدش يعرف عنهم اي حاجه. فانك تشوف نجم وهو بيعمل كواليس الاغنيه بتاعته كده بيتكلم عادي وبيهزر وبيضحك وبتاع، وان انت شايفه بطبيعته، ده كان اياميها حاجه جامده جدا بالنسبه للجمهور، فكان الموقع مشاهداته بتزيد اكتر. بس ده ما يمنعش ان تامر كان بيطور من نفسه بسرعه رهيبه. هو ما كانش بيعمل حاجه في حياته غير انه بيشتغل، كان ساعات بيقعد يشتغل لحد ما بيغمى عليه، مش بينام، بيغمى عليه حرفيا، يعني بيجيبوا له دكتور ويفوقوه، ما كانش عايز يضيع اي لحظه. وكل اللي بيعمله ده ما يقللش من موهبته، ده بالعكس الناس بتتعلم منه. يعني مثلا حفلات تامر حسني، تعالى اكلمك عنها. يعني تامر حسني اول فنان قال لك انا مش عايز اطلع على المسرح وامسك المايك واقعد اغني والناس تفضل تتفرج عليا وانا بغني كده بس، انا مش حاسس ان انا بقدم حاجه كده للناس، انا عايز اعمل تغيير، وده كان لصالحه جدا. تامر شاف ايه اللي بيحصل بره والمسرح بيبقى عامل ازاي، والشغل ده عشان يتعمل في مصر كان صعب جدا، مفيش حد اصلا يعمله. راح مجمع حواليه شويه شباب زي احمد عصام وغيره، وخلى كل واحد يتعلم حاجه من الحاجات اللي هو عايز يعملها في المسرح، يعني زي احمد عصام كده لما اتعلم الفاير ووركس وغيره وغيره وغيره. وراح جاي تامر منفذ الكلام ده هنا في مصر، واول حفله عملها فيها الشغل ده كانت في مارينا. الحفله دي قلبت الدنيا، كل اغنيه ليها استعراض، انت بتتفرج على كليب في كل اغنيه على المسرح. شغل النار والحاجات اللي بتطلع دي كانت جديده، ان الفنان يتعلم رقصات وتبقى ناس بترقص معاه ويعمل لك كليبات، ده كان شغل جديد. طب ما جاش في دماغك ازاي الحفله بتلم كل الايرادات دي وتكفي كل الحاجات اللي بتتصرف دي، سواء الفاير ووركس ولا ولا الاستعراض ولا 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 الاستديو ولا المكان ولا حاجات كتير جدا، زائد اجر تامر. انا عايز اقول لك ان تامر كان ساعات بياخد اجره ويحطه في الحفله، انا مش عايز حاجه، بس انا عايز الحفله تطلع بالشكل ده. ليه بقى؟ طبعا ده كان وقتها اعجاز علمي، احنا الكلام ده فهمناه بعد كده. تامر كان بيعمل حفلاته بالشكل ده ومش عايز منها فلوس، عشان في الحقيقه كان بيسوق لنفسه لحته تانية، بيعمل ارضيه يقف عليها عشان يطلع لحته اعلى. ما انا مش عايز افضل نجم عربي، انا عايز اتوسع،
واللي كان بيغني مع اجانب زمان ده كان يعني يا نهار ابيض ده كده عدى خلاص. تامر عمل رصيد حلو جدا من الحفلات دي وراح جاي نازل على امريكا وبعت لكذا حد عشان يعمل معاه دويت. طب الناس اللي متعرفوش طبيعي ان هو ما يبقاش معروف بره. طب الناس اللي مش عارفاه والنجوم العالميه دي بقوا يخشوا يعملوا عنه سيرش. لما تعمل عنه سيرش ويطلع لك حفله زي دي بالجمهور اللي عند تامر اللي تامر كان بيقصد انه يصور الجمهور بطرق معينه ويبين كميتها قد ايه، بالشغل اللي بيتعمل على المسرح حفله ورا حفله ورا حفله تقعد تعمل سيرش عنه تلاقي النجم ده ده نجم عالمي. لا ده انا اللي هستفاد منه مش هو اللي هيستفاد مني، هتعرف في كل الوطن العربي. طيب الديل انا موافق عليه، يبقى مين اللي استفاد؟ يعمل الدويتو وينزل وتامر نجمه يطلع اكتر. الله ده طلع بره، ده سافر، ده بيعمل دويتات مع اجانب، ده هيبقى نجم عالمي. تامر كان عنده يكسب من افلام من اللايف من حاجات تانية، بس الحفلات دي مش مهم اكسب منها، لو هحط فلوس من جيبي الحفلات دي هتعليني اكتر ما انا عالي. وده الذكاء في التسويق. التسويق يا جماعه لو اتعلمتوا لعبه التسويق صح في اي حاجه صدقني هتعدي. وزي ما قلت لك في الاول بص على حمائي وعلى تامر. مش حمائي، حمائي مش ان هو مش ناجح، لا حمائي لو كان عامل البروباجندا جنب يعني لو اغاني حمائي جنب تامر انا اسف يعني حمائي بيعمل مزيك، حمائي ما بيعملش اي حاجه في حياته غير انه قاعد بيشتغل ولا بيصور نفسه ولا بيعمل ولا بيخلي. وعشان تعرف اهميه التسويق زي ما قلت لك في الاول بص على حمائي وعلى تامر. حمائي لو كان عامل البروباجندا زائد اللي هو بيعمله ده كان زمانه نجم في العالم كله مش الوطن العربي بس. بس اللعبه دي ما كانش اي حد بيعرف يلعبها وما كانتش في دماغ حد، عشان كده جيل تامر كله كنت تحس ان هو ايه يعني الناس يقول لك انه بيحقد على، لا هم مش بيحقدوا، هم لما عرفوا اللعبه لا شايفين احنا كلنا بننافس وده عمال يعمل حاجات تنططه وثلاث اربع سلمات، بس ده اجتهاد منه برضه وما يعيبوش، ده يعني متهيألي يعليه. واحد بيحب شغله بيعمل اغاني حلوه وبيعمل شغله محترم وبيعلي نفسه بحاجات ثانيه، يبقى حاجه ما تعيبوش. انا مش بهاجمه يعني تامر في افلامه الفيلم اللي بيسقط او مش بيسقط يعني بيجيب ايرادات يعني عاديه لازم تامر يطلع يقول لك ويطلع ناس على السوشيال ميديا ان هو اعلى ايرادات. ليه؟ ده تسويق برضه، عشان خاطر هو عايز زي محمد رمضان كده يثبت ايده انا نمبر 1 معايا. يعني محمد رمضان حفظنا ان هو نمبر 1 مش ان احنا شفنا ان هو نمبر 1 وخلاص، من كتر ما بيتكلم في الموضوع وكل ما يطلع انا اعلى اراده انا اعلى اراده انا خدت اعلى من عادل امام انا مسلسلي عمل مش عارف ايه، خلاص معظم الناس ابتدت تحفظ ومن كتر ما ابتدت تحفظ ابتدى يبقى هو فعلا نمبر 1. محمد رمضان من اذكى الناس برضو في التسويق، بس هو على الاقل كان عنده مثلا ناس قبليها شاف ان هي عملت كده وشاف التسويق عامل ازاي، انما ايام تامر ما كانش فيه الكلام ده خالص، كان الممثل يخش يمثل دوره وعلى الله حكايته بقى ينجح او يسقط دي بتاعت ربنا، وهي كل حاجه طبعا بتاعت ربنا، بس ما كانش بيعمل اي لعبه تانيه تحاول ان هي تساعده. المغني نفس الكلام، تامر كان فريد من نوعه، يعني لو ركزت كده هتلاقي محمد رمضان قبل اي فيلم او اي اغنيه بتنزل لازم يعمل اي مشكله او يعمل اي حاجه تخليه ترند ويوم جاي بعد كده قايل لك على الاغنيه، فالاغنيه تنزل تتفرج عليها فتجيب مشاهدات عاليه فيطلع يقول انا نمبر 1. كل ده شغل تسويق. يعني تعالى كده احكي لك عن حاجه صغيره عن مغني امريكي مش عارف اسمه ايه، ليلنس اكس حاجه كده. المغني ده عبقري تسويق واتشهر بسرعه رهيبه جدا. ليه بقى؟ ده عارف اللعبه وعرف يلعبها ازاي، بس هو ما عندوش ربنا فكل شيء عنده مباح. عارف يعني ايه نجم بعد 20 اغنيه يضرب كده ويبقى نجم عالمي؟ ده في ناس بتقعد تغني طول عمرها وما بتتعرفش. عمل ايه بقى الشيطان ده؟ هو عمل الشيطان نفسه، بس اول حاجه عملها قبل الشيطان عمل اغنيه، والاغنيه دي لما نزلت فضل ينزل عليها ميمز، مش هو بقى بنفسه يعني في ده في شركات بتمسك الحاجات دي، ينزل ميمز كتير ويخلي ناس تعمل على تيك توك عليها بقى رقصات وحاجات، وفضل كل يوم يعمل كده لحد الاغنيه ما اتشافت وضربت جدا، تجيب ياما تجيب مليار مشاهده ويمكن عدت المليار، الدنيا كلها بقت بتتكلم عليه وهو اللي عمل اللعبه دي. طب بعديها عايز ينزل حاجه تعمل بروباجندا اكتر، فعمل اغنيه تحس ان الشيطان هو اللي ممثلها، يعني ده ما ينفعش يبقى بني ادم حتى عنده مخ، ده الشيطان نفسه. الاغنيه اسمها تقريبا مونتيرو، الاغنيه دي اهان فيها كل الاديان، يعني هو مثلا مثل في الاغنيه دي دور ادم عليه السلام، وكمان مثل دور الملائكه، واستغفر الله العظيم يا رب، يعني هو مثل دور ربنا، وان هو كان رايح يتحاسب وبعد كده نزل في جهنم للشيطان وراح جاي قاتل الشيطان بعد ما بيعمل معاه حركات يعني شاذه جدا، وياخد التاج بتاعه يلبسه ويبقى هو الشيطان الكبير. اتريق على المسيحيه واتريق على الاسلام، اتريق على كل الاديان، وطبعا الاغنيه دي لما نزلت قلبت الدنيا، المسيحيين بره كانوا بيعملوا اجتماعات في الكنائس عشان خاطر الموضوع ده بالذات، حاجه ما كانتش انت لو شفتها حاجه مش سهله خالص. والكليب لما نزل وقلب الدنيا راح جاي هو منزل شوز، الشوز ده اللي هو كان بيقول ان هو فيه دم حقيقي، وده برضه كانت دعايه، والشوز اتباع جدا
نزل مع نفس توقيت الاغنيه، الاغنيه نزلت نجحت ضربت الدنيا كلها بتتكلم عليه، راح منزل حاجه شاذة اكتر. وطبعا في ناس كتير بتنساق وراه. وعايز اقول لك ان الشتيمه دعايه زي ما الكلام الحلو دعايه، يعني في ناس بتتقصد انها تتشتم عشان خاطر ده دعايه ليها، في الاخر الناس بتعرفها اكتر، ومع الوقت في ناس من اللي كانت بتكرههم بقت بتحبهم. انت عايز تقنعني ان الناس اللي بتحب محمد رمضان دي ثلاث ارباعها ما كانتش بتهاجمه لما كان ايام عبده موطه والالماني وبتاع، بس عمل في النص يضرب زي الاسطوره زي جعفر العمده زي اي حاجه يعني هتحببك فيه. ففي ناس بتقصد الدعايه السلبيه. بص انا مش هطول عليك، انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات طويله، فكنت بس بشجع نفسي بالفيديو ده. بس لو بتحب اخبار الفنانين وتحب تعرف بقى نجمك المفضل ازاي ابتدى من الصفر لحد ما بقى نجم، اشترك في القناه وخش عندي كده هتلاقي فنانين كتير انا عامل من بدايتهم لحد ما بقوا نجوم ازاي. واللايك بقى والشير والحاجات اللي بتتقال ورا بعضها دي. سلام.